لحكومة صنعاء، لأحرار صنعاء، لرجال الله. رجال الله اللي عرفناهم أول ما دخلوا صنعاء كانوا رجال الله، كان به ناس فلكساء رجال صح، ما كان بش محابس داخل فلكساء، ما كان بش محابس. يوصلوا يقطفوا القضية، من له حق أخذوا، من ما لهش حق أدبوا. قضيتي عند واحد فلوس مطال، تعبت وأنا لحق بعده، قدمت عليه ناس، قدمت عليه مشايخ، ما نفعش. الرجال ربل أتحداني في بيت شيخهم، والشايخ اللي حقي بيدي قال أتحداك وحشها، حشيتها وشليت سيارته وأدبته. قلت لأخوتي يا الله أنا غلطت يا أخوتي، يصير حكم الرجال وما هو عندي يفتح بيته وما هو عنده عد الرجال متنفذ، ما نشداري نقد معه قسم في السنين اسمه قسم الحبابي، ما نشداري إن أبو أحمد السقاف موظف عنده. أنا أشتري الفيديو هذا يوصل لأبو أحمد، أشتري الفيديو هذا يوصل لعند السيد يدرى المسيرة ما قد وصلت للسنينة ولا وصلت للبحث لعند أبو رايد، ما وصلت. وكثر مشاكلك وكثر الزوبعة اللي بتحصل للحين أكثرها من مشاكل البحث، الظلم اللي بيصير في البحث. صاحب الحق يتأدب، والمتنفذين وأصحاب المطالين والكذابين خارج. نهبت سيارته، وفي نفس الليلة الساعة 4 الفجر ما بيخرج أمر، الساعة 4 جابوا أبو أحمد السقاف مدير قسم السنينة أو مدير قسم الحبابي بطقم، والحبابي اثنين طقوم 50 رجال على ميدانا لعب بيتي، يعني شان هبك واروح ارقد. لقوا ثلاثة من الحارة شلوهم، أبرياء ما لهم أي دخل، والكاميرات موجودة. ودار أبو أحمد السقاف اللي بكاميرات دخل بزل كاميرات وسجلت عادها موجودة. شي تأكد هو مفضوح ولا مش مفضوح؟ ومفضوح. أنا يعني الشاب أحمد ينصفني من هذا، مع 2 مليون من الحبابي. وشلهم أرسل للناس دولة غداء وقات يوصلهم القات الغداء يومين بدون أكل. هذا بني آدم، هذا أبو أحمد السقاف، هذا عنده ضمير، هذا من المجاهدين، والله ما هو من المجاهدين. بعد يومين ضخ لها الحبابي 2 مليون اشتيني أنا، وصار حاصر الحارة ممنوع دخول وخروج أي واحد الحارة، والحارة هذيك موجودة. فعل بال2 مليون شل 2 من الحارة، وصلهم لقسم وادي أحمد لعند ابن عمه السقف حق وادي أحمد، وهذاك السقف حق السنينة لليل، وخرجهم. قال ما لقينا شحد من بيت مهدي اللي هو أنا. حولوهم البحث الثلاثة الذين مسكوهم، وبعدي انفرادي. ايش القضية عليهم؟ ما ادري، قضية شخصية بيني انا وان واحد. ايش دخلك انت يا ابو رايد؟ ايش دخلك يا ابو احمد السقاف؟ ايش دخلك؟ ايش دخلك؟ كبروها، قالوا اختطاف التاجر الطيب، التاجر المطال، التاجر. كبروها في الغرفة التجارية وكذبوا على الناس انه اختطاف. ايش اختطاف وانت داخل بيتك؟ داخل بيتك دقيت لك الزجاج حق السياره، قلت لك سلم لي السياره، قلت والله ما اسلم، ورمى علي. انا مصري والله ما معي سلاح، والكاميرات موجوده. رسلت اخي وصاروا لعند المشايخ، صار لعند شرده. شرده قال غلطتوا وجيتوا للحق رجع. شل مع مشايخ يشرف بيت الحبابي، شل مع 6 مشايخ، ابن ابو شوارب والصلاحي والغليسي ومدري من عاد سار، و4 بنادق ومليون يعالجوا الرجال. دسعوا فرشه، لا عندهم لا سلف ولا عرف. رجعوا المشايخ من البيت، قالوا ما احنا على دوله، احنا دوله، احنا دوله. عم زلط فرقوا لها الحبابة، فرقوا لها التجار 70 مليون على باطل. وش تي شارع نيقا؟ وش تي يحبسني؟ وابو رايد قال له عندي انا احبسه، هذا عصابة. وخرج ب12 طقم وساروا لبيت اخي. على ايش دخله اخي؟ ايش دخله؟ قاتل قدو قاتل، ايش دخل الاخ؟ دخلوا بيت اخي
والفيديوهات موجودة. لعبوا، دخلوا بنات سوق، مهدين، داخل الدولاب، أي تخبى الرجال داخل دولاب، داخل غسالة، سرقين اللابتوبات. وكان يقول لي مثل ما دسعتوا الحبابي والله لا ندسعكم. إيش دخلك إن أنت تبع دولة ولا تبع عصابة؟ أنت تبع الحبابي. يبزوع طفل عمر 5 سنين. وين أبوك مخزن؟ قال بيت جدو. قالوا تعرى وين بيت جدو؟ ويشلوه من حي إلى حي. أبوه عرف، كانوا في مكتب الرزامي بيتظلم، ومر الرزامي داري بالقضية. أرسلناه برقية، لا عند وزير الداخلية، لا عند المفتش العام، لا عند أبو أحمد، كلهم في الأدراج. الرجال بيضاخ فساد، فساد عيني عينك، فساد عيني عينك. متعطشين شتو زلط حتى يقتلك. جاء أخي وبنه فوق الشاص فوق الطاق، ما حد يفعلها. ضربوا عليه بالمعدل، قاومهم، كملت على الذخيرة، شلوه. ايش يقتلوه ويشتوه يقتل على ما يدعيش، على ما يدعيش. قصدنا دقينا باب بيته النذر ورجع الرجال. ما عايش، ايش عاد اسوي؟ ايش عاد اسوي؟ سألوا لبيته اللي في القيادة، شلوا واحد من عيال عمي له 4 سنين أسير في مارب، أسير معاكم، أسير في مارب 4 سنين، وذا الحين هو في البحث. هكذا بتجازوا الأسرى. معي أخ شهيد عبد الجليل الله يرحمه، الشهيد عبد الجليل الله يرحمه، في كوفل في صروح. بتجازوا أسرة الشهداء هكذا، هكذا المسيرة عندكم. بيض الله وجيهكم. لليوم عاد أصحابي وأخواني، 2 من الحارة و3 من أهلي في البحث، 1 قد خرج. اللي ما عليش يعني مرض، مع الباقي لا يموت، خرجوه رحموه، والباقي مريعين لو ما يموتوا. ليش هكذا؟ ليش 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 هذا؟ ليش هذا؟ هذا عصابة. الحبس حق الحبابي ولا حق الحكومة؟ القسم حق الحبابي ولا حق الحكومة؟ يوم ما ساروا المحكمين حقاتي، يوم ما ساروا المشايخ، وصلوا بيت الحبابي عنده طق تبع القسم اللي فيها أبو أحمد السقاف. الناس يصيروا يحكموه، يسدوه، بيحرسوه. ليش؟ يعني القسم تبع الحبابي. يعني إذا حين لو بتفرط عند بيت الحبابي، أنت يا أبو أحمد السقاف تطرح معك عسكر باب بيت الحبابي. وصلت لهذه الدرجة إنك تبيع الرجال وتشتري الرجال يا حبابي؟ تشتري انت، بتشتري الانذاء، ما بتشتري الرجال، تشتري الانذاء. فانا اشتي هذا الفيديو يوصل للناس الاحرار الشرفاء، لابو احمد اللي قال ما بش الفاسد. قولوا لي انه الفاسد، الفاسد عندك ابو رايد معه 12 مليون وعندك مدير شؤون البحث حبابي ابن عمه متعصبي، ولا يقولوا له يا اخي بينك انت والرجال حساب، الرجال غلط، قدك باب بيتك، افتح بيتك وشل له 3 4 5 6 بقر يذباح، يفتح يد قبيل وحق يديها سهلة. لا، خلوه بنأدبه، بدل ما اديها له اديها لنا احنا، وهو يحتبس وبشر 5 6 سنين. الجزائية مريعة أهله، عصابة. عصابة ايش؟ فحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هذا من علامة القيامة، إن صاحب الحق يرجع يتشرد، والمطاء طارح رجله فوق رجل. وصرنا في وقت أهل الحمية ما عاد بش، ما عاد بش حمية، وأهل الفتن، وأهل الفتن واللي بيشعلوا بيسكبوا الزيت على النار رأس المجالس. عنده شيخ كل ما صرنا قال ما بش اخرجوا، يشتي يشعلها، يشتي يقع مقاتيل. ليش؟ ليش يا ابو احمد، يا ابو احمد، ابو احمد محمد الحوثي، ليش ما طفوه عادي بدل ما ازيد رجعت ازيد رجوه منا لا عندك ولا بيت الحبابي؟ معانا مقتول 2، جي طفي الثأر. ليش طفوه هذا الحين؟ يلا طفوها، من له حق اخذه؟ الحبابي يفتح بيته ويجلله بالسلف والعرف، بس ما هوش قبيلي، ما هوش ادمي، والله ما هو ادمي. أديت له شيوخ ودخلوا بيت الشيوخ،
نفش ريشة، ما قد دخلوا عنده رجال هذا، ما قد دخلوا. فأنا طالب الله وجه الله وبوجيهكم إن أنتم تنصفوني وتنصفوه بدل ما تكبر.